order. Numbers in order. Ahmed, what's your name? Numbers in order. Yes. Numbers in order. In order. Have you seen it? In order. Numbers in order. يعني الأرقام بالترتيب. الأرقام بالترتيب. تعال أنت. تعال حسن. تعال. سرعة. هسه هذا شو يقول عليه؟ يقول عليه الأول. الأول يقول بالإنجليزي first. 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 Second. 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 Third. اكتب عليها هسه. هسه شلون نكتبها احنا؟ باوع فيرست فيرست سكند سكند ثير ثير فور فور. شلون نكتبها باوع؟ انا هاي كتابة كاملة اف اي ار اس تي، والمختصر الرقم واخر حرفين. سكند الرقم المختصر واخر حرفين. فير الرقم 3 واخر حرفين ار دي. وفورث الرقم 4 ويا اخر حرفين الدي والايج. واضح؟ هسه من العمر يقرا لي اياها. من العمر يلا مكرر. تعال تعال نايم. يلا سبع سبع. يس اقرا لنا يعني هاي وهي ولا مختصر؟ سكند سكند بصوت عالي ما سمعتك زين. تعال احمد خلنا نسمع احمد زين. احمد شو صوت عالي؟ هسه شوف احمد ما عليه شو راح اقرا. فيرست فيرست سكند سكند ثير ثير فورث فورث. نعم نعم. فيرست ثير سكند ثير ثير فورث فورث. ثانك يو فورث فورث. اي نعم. انتبه ساعدك. عندنا هنا ايضا بالكتاب ايش كاتب لنا؟ كاتب لنا الارقام هذه ذكرنا بها احنا ما نريها. احنا ايش راح نسوي؟ راح نقراها هي والسبيل مالها هي وحروفها 1 O M E 2 T W O 3 T H R E E 4 F O U R F O U R. اسألي بس نمبر 1 من يقرا يا حسن؟ من يمه؟ حتى من يمه؟ سبع. أيها 1 O N E 1 O N E. Very good. 2 من يقرا؟ 2 T W O. من يعيدها مع حجاها زين؟ سبع. T W O. Very good. عيدها مرة ثانية. T W O. نمبر 3 يلا سبع. 3 T T H R E E. عيدها T H R E E. عيدها انت سبع. ايه
الجو 3 هي الله 4 5 F O U R T هذا ما قلتي بعد هاي تعالي بيتا بشوف عمي لا لا مو 4 هاي F O U R استاد تشبه اليو هاي يو ار 7 كامل ولا لا؟ واضح؟ هسه تبع علي هنا عندنا موجود بالكتاب مرتبين ليش؟ ما هو هذا مي يعني شنو مي؟ الشهر الخامس مايس هذا ساندي اليوم الاول وماندي اليوم الثاني تيوزداي اليوم الثالث وينزداي اليوم الرابع هسه ايش راح يقول نطينا هو بالكتاب هنا؟ يقول ساندي از ذا فيرست داي In May. Sunday is the first day in May. هذا انتبه ليش تحكي حبيبي؟ انتبه اخويا. Sunday is the first day in May. من يحكيها؟ من كلام محمد؟ Sunday is the first day in May. Very good, very good. Thank you, very good. من يعيدها بعد؟ Sunday is the first day in May. من يعيدها يا حبيبي؟ Very good, very good. This is النوع عندنا. Monday is the second day in May. Monday is the second day in May. Very good. Monday is the second day in May. وراها. يلا بعد من العيد يا حسين. يلا حسين. Very good, ممتاز. هسه وراها. Tuesday is the third day in May. 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 بعد احمد. Tuesday is the third day in May. Tuesday is the third day in May. Amen. Tuesday is the third day in May. سبح حبيبي سبح سبح هسه آخر وحدة. Wednesday is the fourth day in May. Wednesday is the fourth day in May. يلا حبيبي. Wednesday is the fourth day in May. Okay. سير. Wednesday is the fourth day in May. Again, is the fourth day in May. أسألي واحد واحدة من الأول كل هو يتذكرها أنا راح أحكيها ما ساعدك. Sunday is the first day in May. Very good. الثاني على السريع. Monday is the second day in May. أحمد. Very good. Very good. Tuesday is the third day in May. Okay. آخر واحدة. Wednesday is the fourth day in May. Wednesday is the fourth day in May. Hey, happy birthday. Happy birthday. ما شاء الله. لا. Thank you. يا واضح؟ هسه نجي نكمل درس حتى هنا لينا اول وحده لينا اول وحده يلا عندنا هنا تشوف هذه هنا واضح؟ هنا هاي ناديه الاولى وطارق الثاني ورنا الثالثه هنا بعد ما تسابقوا الأولى كانت نادية إيش راح نقول عليها؟ العفو لينا لينا نقول لينا was first لينا was first in the race in the race يعني لينا كانت الثانية في السباق لينا was first طارق was second طارق was second رنا was here. Yeah.
هسه شو يقول الاول منه؟ لينا. راح يقول لينا. لينا بوستيرز. لينا بوستيرز. يعني لينا كانت الاولى. الثاني منه؟ طارق. يقول طارق كان الثاني. شو يقول؟ طارق والسكن. الثالثة منه؟ رنا.